وعادت لينا مرة تانية الفقرة اللي أنا بحبها بصراحة واللي هي في غاية الأهمية واللي حضراتكم أكيد برضو أسئلتكم بخصوصها بتكون مهمة جدا. نرجع مرة تانية مع دكتور دينا أبو السعود بقى اللي منورانا، وهنتكلم النهاردة عن تقوية الذاكرة والقدرة على التركيز. أعتقد ملف في غاية الأهمية لأن كلنا بنعاني من الموضوع ده، مفيش سن معين، مش هنقدر نقول بس الطلاب اللي بيعانوا منه أو كبار السن، كلنا عندنا مشكلة تقريبا في الذاكرة بس بنسب يعني مختلفة. خلينا نرحب بيها في البداية، أنا مبسوط وحشتني انا، وحشتني انا هون يا انا هون. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. والله فقره جميله، ويعني عارفه اسئلتها كتيره جدا المشاهدين، ورغبه الناس ان هم دايما يعرفوا معلومات جديده خاصه بالصحه كمان، اعتقد ملف مهم ومستمر طبعا. فمنورانا عوده بعد رمضان واجازه. أيوة. رمضان خلينا بقى نبدأ معاكي من الأول كده ونتكلم عن أسباب المشكلة، لأن قبل ما نخش على طريقة حلها نفهم أصلاً هو إحنا ليه ذاكرتنا بيبقى فيها خلل في بعض الأحيان، يعني إيه السبب أصلاً؟ أسباب كتيرة يا نهواند، يعني منها أسباب نفسية ومنها أسباب عضوية. لو هتكلم عن الحاجات الخاطئة اللي إحنا بنمارسها بتأدي إلى عدم التركيز، إن إحنا ما بننامش فترات كافية. صح. ان احنا بناكل سكريات وكميه سكريات كتيره جدا في اليوم، كميه الدهون اللي بتتاكل كتيره، عشان كده بقول الشباب مش طول الوقت قاعد بياكل جانك فود بره سويتس 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 حلويات، كل الحاجات دي بتؤدي الى عدم التركيز. ممكن السيدات ممكن بعد سن الياس تغيير الهرمونز عندها تؤدي الى عدم تركيز، ومن اهم الحاجات اللي بتؤدي الى عدم تركيز الاكل الغير صحي وما فيهوش الفيتامينات والمعادن. مهم جدا ان احنا ناكل اكل صحي، مهم ان احنا ناخد مكمل غذائي في فيتامينز مهمه للتمثيل الغذائي ومهمه للايض ومهمه للتركيز. يبقى ان احنا ناخد مكمل غذائي، هنتكلم عن المكمل الغذائي اللي انا بفضله جدا دلوقتي، مع النوم كويس، مع عدم التوتر، مع ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه مهمه، وممارسه النشاطات الاجتماعيه. بلاش ان احنا نقعد بالاسبوع مش قادرين ننزل، مش قادرين، لا مارسي نشاطك الاجتماعي. ما هو الخروج بيجيب اكل. أو ده عندنا احنا يعني. كلي مفيش مشكله. وانا مش بحرم الناس من الاكل، لازم ناكل نشويات على بس فكره، ناكل اكل بقى معين. وناكل دهون صحيه، ومفيش مشكله ناكل سكريات بمعدل بسيط، وبلاش نعمل اكسس للكافيين، بلاش نشرب 5 قهوه في اليوم، ده ما بيعملش تركيز، ده بيعمل اكسس للكافيين وبيعمل اكسس للهارت ريت، يعني ممكن تلاقي ضربات قلبك بس عاليه. بس بيخسس. مش مشكله بقى الخسيه دلوقتي، المهم ان صحتنا تبقى كويس. من اهم المكملات الغذائيه اللي بتساعد جدا على التركيز والتمثيل الغذائي والايض هو الفا مالتي فيت. وحشنا والله. وحشنا الفا مالتي فيت. الفا مالتي فيت ليه؟ لانه جواه فيتامينات مهمه جدا، تحويل الاكل والدهون لجلوكوز وطاقه. كويس. من اهم الفيتامينز المهمه للتركيز والنشاط والايض فيتامين بي كومبلكس بكل عائلته. يعني عندي داخل الفا مالتي فيت فيتامين بي 1 و2 و3 مهمين جدا للتركيز، الكوبالامين مهم، ومهم داخل الفا مالتي فيت المسؤول على كل العمليات الحيويه في الجسم الزنك. الزنك مهم جدا لكل العمليات الحيويه، وانا عندي في الفا مالتي فيت اعلى تركيز في الزنك. كم على نسبته تقريبا 23.9. فده اللي احنا محتاجينه، لان لو الزنك نقص في اليوم هيحصل مشاكل كبيره في الايض والتمثيل الغذائي. وكمان بياكد على كلامي اكيد الدكتوره ايمان المراكبي. هي احنا معانا تقرير فعلا، لو تحبي نروح دلوقتي. يا ريت. طيب هي استشاري طبعا مخ واعصاب وامراض نفسيه. لا هي اسم كبير جدا، ويمكن برضو مهم ان احنا نسمع منها برضو على النقطه اللي اتكلمت فيها، لان هي اعتقد في غايه الاهميه. خلينا نتابع ونرجع نكمل. طاقتك خلصانة على طول وانت في عز شبابك، وتبتدي بقى التساؤلات، طب اعمل تحليل ايه؟ طب اخد فيتامينات ايه؟ وللاسف بنسمع كلام غير علمي بالمره كنوع من تفسير لنقص الطاقه والكسل والتركيز. اسمحوا لي اوضح لكم في البدايه ان اجسامنا بتحتاج لمجموعه اسمها مجموعه فيتامين ب او بي كومبلكس او ب المركبه، ودي ليها دور رئيسي في انتاج الطاقه والتركيز الانتباه والنشاط. فمعظم مجموعة فيتامين ب زي ب1
وبه 5 وبه 6 وبه 12 بيشتغلوا على تحويل الأكل إلى طاقة عن طريق تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى جلوكوز، واللي هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمنا، وبالتالي مسؤول عن النشاط وعن التركيز. وفيتامين ب 3 بيعمل إيه؟ فيتامين ب 3 بيساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتحفيز تدفق الدم للخلايا والأنسجة في الجسم. وكمان الزنك ليه دور مهم جدا في إتمام عمليات حيوية في جسمنا، واللي نقصه بيسبب مشكلة كبيرة في إتمام عملية الأيض وإنتاج الطاقة. علشان كده بننصح يوميا بأخذ قرص واحد من منتج الألب مالتي فيت، وده المنتج الأقوى والأشمل علشان فيه 13 عنصر من أهم العناصر اللي محتاجينها لجسمنا، والعناصر دي بتساعد في تجديد خلايا الدم ودعمها، وهو ده اللي بيخليه بيغطي احتياجنا اليومي من فيتامين ب وكمان الاحتياج اليومي للزنك. تالي يعني دكتور إيمان قالت كلام مهم، وفي نفس الوقت مش عايزينه يعدي كده، نقف شوية عند بعض النقاط وتشرح لنا أكتر، لأن هي بتأكد قد إيه في أهمية ليه. مثلا على سبيل المثال الزنك، طبعا الزنك ده عنصر أساسي، ويمكن حاجة لو نقصت عند الإنسان لا بتفرق بشكل كبير طبعا جدا على الحركة وعلى النشاط اليومي زي ما كانت دكتور إيمان بتكلم. طبعا دكتور إيمان قالت بوينتس مهمة قوي. طبعا دكتورة إيمان استشاري، يعني استشاري كبير مخ وأعصاب وطب نفسي، وأكدت على مدى أهمية ألب مالتي فيت. هو ألب مالتي فيت وإي أل بي مالتي فيت، عشان في ناس مش عارفة هو اسمه ألب ولا اسمه إي أل بي، هو اسمه الاثنين دول، ناس بتقوله ألب وناس احنا بنختصرها بنقول ألب، بس هي إي أل بي ده طبعا اختصارا مش اسم يعني بالظبط. فمهم جدا لعملية الأيض والتمثيل الغذائي والتركيز زي ما الدكتورة قالت، فيتامين بي 3، فيتامين ب 3 وفيتامين ب 12 وكمان فيتامين ب 6، لان مجموعه فيتامينات ب هي اللي بتحول لي الاكل للطاقه. أيوة. بتحول لي كربوهيدرات، بتحول لي الدهون، وبتحول لي حتى بتحول البروتين لطاقه. مهم جدا الزنك، وعايزه اقول لك ان الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك مهم كمان لو هنتكلم على الدم، مهم جدا لان الزنك بنحتاجه في اي حاجه بتتجدد. الدم بيتجدد، الضوافر بتتجدد، الشعر بيتجدد، عشان كده ساعات بتلاقي بنات كتير شعرها بيقع نتيجه نقص الزنك. أيوة. ممكن اقول لك ايه بايوتين، يعني الشعر يعني بايوتين. ويعني زنك كمان. عندي ألب مالتي فيت في اعلى تركيز في الزنك 23.9، وصاده نحاس، ما ينفعش احط زنك عالي وانا مش حاطه نحاس. أوكي. لان الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. فالاثنين موجودين في ألب مالتي فيت. وطبعا ده شكل العلبه، يعني نهاوند بستاذن الساده المشاهدين يصوروا شكل العلبه. احنا عندنا شركه بايو ناتشرال حاطه الارقام على الشاشه، نقدر نطلب بالظبط ألب مالتي فيت او حتى يسالوا الافرع فين، مع ان هي دلوقتي بتغطي يعني في تغطيه كامله في كل المحافظات. بس اتاكدوا برضو، لان بقى هقول لك على نقطه مهمه، بنشوف على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي بعض الفيديوهات لناس بتبيع ميك اب وحاجات براندز تحت الكوبري وحاجات زي كده. الواحد بيصعب عليه الناس اللي هتشتري بصراحه، يعني في الاول وفي الاخر بغض النظر دي هي بتحاول تكسب، بس انت بتدمري صحه ناس. لما احط ساوند بلوك ب 400 جنيه ب 40 جنيه بتبيعه 35 جنيه، انت بتجيبي لي يعني امراض غير طبيعيه. فنخلي بالنا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها نستخسر في الادويه. او اعلن برضو عشان اقول لحضراتكم، ألب مالتي فيت يعني سعره هيبقى مفاجأة طبعا. سعره رائع، سعره كويس جدا ورائع جدا. صدقوني الموضوع يستاهل. فهي دي النقطة في الأول في الآخر، صحتك أهم من أن الواحد يروح يشتري طبعًا أي حاجة طبعًا وخلاص. طبعا في بقى أسئلة للمشاهدين هنروح لها وبعدين نرجع، لأن أنا برضو عندي أسئلة خاصة بفكرة هنا الذاكرة والشق النفسي اللي بيأثر بشكل كبير برضو للأسف الشديد. دينا إبراهيم بتقول كنت عاوزة أعرف إيه هي الطرق الصحيحة لتقوية مناعتي أنا وولادي. المناعة عشان أقوي مناعتي لازم أبعد عن التوتر النفسي، لازم أنام كويس وأشرب مية كويس، وأكل أكل فيه فيتامينز مهمة وداعمة للمناعة، أو حتى أخد إي أل بي مالتي فيت رائع للمناعة. لأن المناعة يعني فيتامين سي
يعني زنك يعني نحاس، وكل ده موجود، ودول كلهم موجودين في قلب مالتي فيت. ولازم كمان اقول لكل الناس اللي بتتفرج عليا انها تطمن ان قلب مالتي فيت، عشان لما جيتي قلتي حاجات اللي بتتباع معرفش فين، قلب مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، وبستاذن طبعا الكنترول هو يعرض لي الترخيص، يا ريت. وموجود كمان في الصيدليات، فدي حاجه حلوه، موجود في سلسله صيدليات كبيره، تقدروا برضو تتكلموا تسالوا ايه الصيدليات، وتقدروا كمان تطلبوا اونلاين، سواء اللي عايز ياخد من الصيدليه او اللي عايز ياخد اونلاين. وطبعا ده الترخيص موجود او تسجيل المكمل الغذائي اي ال بي مالتي فيت في هيئه سلامه الغذاء، ده يطمن كل الناس بالظبط كده، لان الموضوع في الاول وفي الاخر الواحد لازم يخاف على صحته، انت بتاخد حاجه بتفيدك، فلازم اكيد طبعا تطمن وقدام حضراتكم طبعا. علي بيقول صباح الخير على كل كرو برنامج 10 الصبح، انا بيجي لي شد عضلي كتير، فكنت عاوز اعرف هل ده ليه علاقه بنقص الفيتامينات في جسمي ولا لا؟ من اهم الفيتامينز اللي لما بتنقص بيحصل فيها شد عضلي المغنيسيوم اكيد، والزنك، ومغنيسيوم وزنك والكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي للعظم، ومهم لانقباض العضلات مش بس العظم، فبرضه نقص الكالسيوم ممكن يعمل ده، بلس نقص المغنيسيوم ونقص الزنك. كويس قوي. هو معلش ده هياخدني شويه بقى للسؤال اللي ابتدينا بيه، او النقطه اللي ابتديتي بيها، وهي فكره التوتر العصبي والنفسي. إن واضح ان اي مشكله اساسها برضو يعني شق من اساسها التوتر العصبي والنفسي، اللي برضو بنقعد نقول يا جماعه قللوا وحاولوا ان انتوا تسيطروا على الشق ده، بس موضوع مش في ايدينا. ليه بنقول يعني توتر عصبي؟ لان اول ما بيحصل توتر عصبي بيحصل خلل في الهرمونز بتاعت الجسم، والهرمون هو المتحكم فينا. توتر عصبي يعني كورتيزول بيعلى من الغده الكظريه، يعني هايبرتنشن، يعني حتى جسمك تلاقيه بيحبس ميه وبتتخني. اي هرمونال ديستربنس في الجسم، جسمي هو اللي بيتحكم فيه هرموناتي نتيجه التوتر العصبي. التوتر العصبي كمان في دراسات قالت لك هو اللي بيعمل لي الامراض العضويه. يعني ساعات بتسمعي ايه، انا جالي سكر عصبي، انا جالي ضغط عصبي، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل التوتر العصبي، ونعمل رياضه، ونحاول ان احنا ناخد المشاكل ببساطه شويه يا جماعه. ببساطه بالظبط. ده انا اعرف ناس، وطبعا في كتير كده الاوفر ثينكرز، الناس اللي بتفكر 24 ساعه، ده انا بشوفه من ابشع الحاجات اللي في الدنيا، ان انت 24 ساعه تكوني بتفكري حتى وانت نايمه. لا انا مش من النوع ده مثلا، انا ما اقدرش افكر 24 ساعه وكل حاجه تحلليها وتعودي السيناريو والحوار ده شيء متعب ومهلك. مهلك وبيوصلك لنتائج غلط. يعني لسه مش بيوصلك لنتائج صح. حد من صحابي كان بيقيس الضغط في المستشفى عالي شويه، فالدكتور بلاش تفكر كتير، او بلاش تفكري كتير. طب مين ما بيفكرش؟ هي دي المشكله. بس فعلا لازم ان احنا نريح الدماغ. في يعني جزء بيبقى توكل على الله، وفي جزء بتبقى انت سعيت وعملت اللي عليك، وفي جزء فعلا مالكش يد فيه. بالظبط. نهدى شويه. طيب منار عمر، ايه اهم الفيتامينز اللي تحتاجها السيده بشكل يومي، وخصوصا لو تخطت ال40؟ هتحتاج طبعا كالسيوم بنسبه، هتحتاج فيتامين اي مهم قوي، ما هتحتاج فيتامين سي، هتحتاج فيتامين بي كومبلكس. طب ما كل ده في قلب مالتي فيت تقريبا، يعني هو الواحد ممكن يكتفي بده بدل ما ياخد كل حاجه لوحدها. طبعا، حتى الدكتوره ايمان قالت لك مهم جدا ان احنا ناخد كبسوله واحده في اليوم، هيغطي احتياجي لفيتامين بي وللزنك والفيتامين سي. الكالسيوم عندي برضو داخل قلب مالتي فيت. كويس قوي. فكل الفيتامينز هتبقى كويسه جدا لاي ست تخطط ال40 سنه. احمد جدالة، مشكلتي تعب والخمول اللي ملازمني، ومن غير ما ابذل مجهود يذكر، يعني في ايه، من غير مجهود يذكر يعني، فبالتالي مش بعرف انجز اي مهام في اليوم. ده ناس كتير على فكره بتعاني من طبعًا مشكله الكسل ده. طبعا طبعا اكيد بنصحه باي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. هياخد كبسوله واحده في اليوم، ما دام الكسل والخمول نتيجه نقص الفيتامينات ومعادن، مش اي حاجه ثانيه، مش اي مرض عضوي. بالظبط. قلب مالتي فيت هيبقى داعم جدا للطاقه، داعم للتمثيل الغذائي، داعم للمناعه. انت كل ما مناعتك تعلى، كل ما نشاطك بيبقى احسن، وكل ما مودك بيبقى احسن. داعم للذاكره، داعم للتركيز. وبرجع اقول قلب مالتي فيت متواجد في جميع الصيدليات،
ونقدر نتكلم عن طريق رقم شركة بايو ناتشرال لو عايزين نعمل الاوردر اونلاين، او ناخده عن طريق الصيدلية. طبعا هما يقدروا كمان يقول لهم الصيدلية القريبة اللي جنب بيتهم. كويس جدا، بس اهم حاجة ان هو واصل لكل المحافظات، يعني ما فيش حد يقول لك انا عندي شورتج او حاجة. لا لا، حتى الاونلاين بنوصل في جميع محافظات مصر، حتى لو هطلبوا اونلاين بيوصل الاقصر، اسوان، سوهاج، اسكندرية. طبعا الايام الجاية هيبقى في ساحل كتير بنوصل على قية يوميا، احنا بنوصل في كل حاجة كده. انا نعمل ايه تاني؟ طيب سهى حمدي بتقول ايه الفيتامينز لتقويه صحه البشره والشعر؟ وطبعا انا فاكره السؤال ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده، وقلت لنا ان في شق من بره لازم اعالج من بره، ولازم اعالج المشكله من جوه. من بره دي بقى الكريمات والحمام عسل انا بعمل عسل وزبادي يعني. حلو. بيفيد جدا. حلو. بس لازم الواحد يعالج اصل المشكله لو في تساقط بقى. ما انا لو حطيت عسل وزبادي على راسي او على شعري وعندي نقص في الفيتامينات مش هيعمل نتيجه. مش هيعمل حاجه. من اهم الفيتامينز المهمه وبرده بقول هي داخل ألب مالتي فيت، البيوتين داخل ألب مالتي فيت، مهم جدا للشعر وعدم تساقطه، الزنك والنحاس، الثلاثة دول مهمين جدا، بلس طبعا فيتامين بي كومبلكس. البيوتين زي ما احنا شايفين الصورة على الشاشة اللي مكتوب ان ألب مالتي فيت بيحتوي على البيوتين. البيوتين مهم جدا لصحة شعري وصحة ضوافري كمان. يعني الوقت بيجري ولا انا اللي بتهيألي؟ نورتينا يا دكتور دينا، وفقرة وملف أعتقد مهمة، ولسه يعني هنتكلم في ملفات كتيرة جدا مرتبطة أيضا بفكرة هنا الذاكرة، لأن الذاكرة ليها زي ما احنا اتكلمنا أسباب كتيرة جدا، فإن شاء الله على مدار حلقات مختلفة كمان نرجع لهذا الملف مرة تانية. إن شاء الله نورتينا ونشوفك قريب. حبيبة قلبي أكيد معاك. بشكر حضراتكم على متابعتنا، الحلقة النهاردة خلصت، شوفكم بكرة وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي.